الأسرى الإسرائيليون في قبضة حماس هو أكثر ما يؤرق صناع القرار في تل أبيب. العدد هذه المرة كبير جداً، واستعادتهم مطلب شعبي، وهو أكثر ما يثقل كاهل الحكومة في حربها الحالية. في هذا الصدد تحدثت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن وصول وحدة أمريكية خاصة لتحرير الأسرى تدعى دلتا إلى إسرائيل. دلتا تعنى بالأساس بتفكيك الخلايا الإرهابية وتحرير وإنقاذ الرهائن، وتحاط عملياتها بالسرية مع وكالة الاستخبارات المركزية. عدد أفرادها يصل لألف جندي، وتمتلك أكثر المعدات تطوراً بالجيش الأمريكي، ومنها منظومة تنصت محمولة للترقب والتتبع. نجحت دلتا في بعض العمليات التي شاركت فيها، كعملية الفجر الأحمر ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعملية القبض على بارون المخدرات المكسيكي خواكين إلتشابو، بالإضافة لعملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي. في المقابل فشلت دلتا فشلا ذريعا في عمليات أخرى، كعملية مخلب النمر في طهران عام 1980، وعملية مقديشو بهدف اعتقال زعيم الجيش الصومالي عام 1993. وقتها تلقت ضربة قاسية بقتل 18 من أفرادها وجرح آخرين.